أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أولادنا تحت جناحنا حصة تجيب على تساؤلاتكم أنتم يا أولياء في مواضيع عديدة. نستضيف من خلالها أخصائيين لينورونا بتجربهم بعلمهم. اليوم عندنا موضوع مهم، موضوع هو ليكتوبي تيستيكولير، يعني عدم نزول الخصيتين من البطن، يعني شيء مهم جدا بلك الأولياء ما ينتبهولوش. وكمان اليوم مع أخصائيين راح نتكلموا على هذه الظاهرة هذه، وإن شاء الله نعطيكم نصائح باش تتفادوا هذه الظاهرة هذه. معايا اليوم الطبيبة المختصة في جراحة الأطفال السيدة دوا ديريم. تفضلي مدام. تفضلي، مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتينا مدام، شرفتينا شرفتينا. معي كذلك ضيفي الدائم السيد نور الدين لابري، 39 سنة في سلك التعليم. تفضل تفضل أستاذ، شرفتنا شرفتنا. الله يخليك، الله يخليك. معنا كذلك الأستاذة حريش أمينة اللي تعودنا عليها، أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل. تفضلي أستاذة، شرفتينا شرفتينا شرفتينا. في كل مرة نستضيف الطفل ولا الطفلة يجي يدير الواجبات المدرسية تاعو في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا عماد 10 سنوات. تعال عماد، أروح وليدي، تعال. واش راك عماد؟ لاباس وليدي؟ الحمد لله. واش راك؟ شوف الكاميرا هكذا وقول لهم. شحال في عمرك عماد؟ 10 سنين. 10 سنين، واش مسنة تدرس؟ الرابعة. الرابعة، شاطر أنت في القراية. عماد الواجبات نتاعك ديرهم وحدك في الدار ولا حتى يقولوا لك روح تقرا؟ نديرهم وحدي. وحدك تنظم وقتك وكامل وأنت في الواجبات منظم يعني؟ دائما شاطر. الله يبارك. إذا اليوم راح تدير الواجبات تاعك في هذاك المكتب الجميل اللي خصصناه لك باش الأطفال ثاني يروحوا يديروا الواجبات تاعهم. تفضل وليدي، تفضل. شكرا. إذا يا أطفال باش تديروا الواجبات المدرسية تاعكم بانتظام باش تنجحوا. تفضلوا. شكرا شكرا شكرا. إذا مرحبا بكم، مرحبا بكم اليوم في هذا العدد الخاص هذا. هذه الحالة هذه ليكتوبي تيستيكولير هي عدم نزول الخصيتين من البطن. ظاهرة بالمرات العائلات بلك ما ينتبهوا لهاش بلك. احنا حبينا من خلال هذه الحصة هذه عن طريقكم نتكلموا على هذه الظاهرة هذه، وخاصة من الجانب الطبي، يعني وش هي هذه الظاهرة وكيفاش الأولياء يقدروا ينتبهوا لها في أي سنة؟ هل تتطلب عملية جراحية ولا تنزل وحدها ولا يعني شيء حبيناه توضحيه لنا دكتورة، دكتورة ريم دوادي مختصة في جراحة الأطفال. ماذا بيا تكلمي على هذا الموضوع وإذا كان صادفك في المسيرة نتاعك وكامل. تفضلي أستاذ. السلام عليكم، شكرا الأخ يزيد على استضافتي مرة أخرى. مرحبا بك، دار دارك، دار دارك. نتمنى أن نكونوا قدمنا نصائح وأنه نصائح نقدموها تفيد العائلة الجزائرية. أولا لا كريبتوركيدي ليكتوبي تيستيكولار وبيان لا نون ديسون دي تيستيكول، كلها مفردات متعامل بها يعني متعامل بها لي تبين تدل على عدم على المرض واحد واللي هو عدم نزول الخصيتين عند الطفل من البطن الى المكان مكانهم يعني المكان العادي نتاعو. هذا النمو هذا النزول هذا يكون عبر مراحل ويبدا من مرحله الجنينيه، يعني والطفل داخل كرش الام وقادر في بعض الحالات انه يكمل حتى بعد زياده. في الحالة المرضية هي أغلب الحالات كما تكونش مرضية، يعني الطفل يزيد يعني عادي قادر يزيد خصيتين نازلين وكامل خصيتين نازلين وكلش، مي في بعض الحالات هادو لا ديسونت هادي ما تصراش جوست ابخي لا نيسونس، مي قادر تستمر بعد 3 إلى 4 أو 6 شهور ماكسيموم بعد لا نيسونس. داكور، هي حاجة عادية يعني أنها تأخر في النزول حتى 6 أشهر، نقدر نقولوا حتى 6 أشهر اكتمال النمو لا ديسونت نورمال دو تيستيكول اون انترا سكوتا. حاجة عادية، حاجة عادية. في بعض الحالات بعد 6 أشهر نلاحظوا بانه التستيكول ما يكونش داخل لا بوكس تاعو في لو سكروتوم، يعني ما كانش في المكان الطبيعي نتاعو. في هذا المراحل قدر تكون اكتشفوها الاولياء عند الزياده
مباشرة الطفل اللي لا الأم ولا الجدة ولا المحيط كيجيو يشوفوا الطفل وكيبدلوا له ولا الآخر يكتشفوا باللي ما كان والو. هنا يدوا الطفل تاعهم يعرضوه للطبيب يشوف هذا في أغلب الحالات يعني الاكتشاف. دكتورة كلامك هو الكبير، يعني عند الولادة البيدياتر قادر يشوف هذا الشيء ولا ما يشوفوش؟ أكيد يعني. أكيد إنه مادام إنه الوالدين في الدار شافوه وقدروا يعرفوه يعني كي يدوه للطبيب ولا بيدياتر عند الولادة، باسكو جينيرالمون الطفل كي يجي عند الولادة قادر في ليكزامان سيستيماتيك نشوفوا هكذا. وهذه الظاهرة نشوفوها أغلب الحالات الثانية عند الأطفال لي بريماتوري. دكور. Donc 20% des prématurés peuvent présenter une indécence testiculaire. ومثلا واحد عنده ليكتوبي هذه، هل الطبيب ياخذه اون شارج مباشرة عند الولادة ولا يستنى ايامات يشوف بلاك كيما قلنا خي يزيد حتى لست شهور نقدروا اون بو تومبوريزي يعني حتى الى شافهم يقول لهم صبروا. ست شهور دونك نخلوا نطمنوا الاولياء نقول لهم باللي هذه حالة ماشي عادية عادية مي لا تل لا لا تل تنوي الى فيهاش خطوره على با اجير يعني قبل 6 شهور ما كان حتى حاجه اون دور دو لا سيرفيونس افا. من 6 شهور فما فوق هنا كاين حالات نبداو نتقلقوا نشوفوا باللي ما هبطوش نورمال لا لازم نشوفوا الطفل يكون يتبعوا طبيب جراح مختص. هنا دونك يفو فير ان اكزامان. دونك دابور لي كونديسيون دي اكزامان سون امبورطونت ماشي نديروهم عند الطفل ولا النوريسون كي فخوا ولا لازم دون ان انفيرونمون بلاصه تكون سخونه الطفل يكون غولاشي كالم ابري ان بيبرون يكون هكذا. بسبب المرات الطفل يكون بردان مثلا الخصيتان تاعو يكونوا في البطن تاعو يكون بردان يعني. يكون يبكي يكون يزير روحه لا الخصيتين يطلعوا وحدهم بالضبط. وهذه ماشي اذا لي كونديسيون تاع ليكزام مهمه اكزاكتومون سان تري امبورطونت. دونك من بعد كي يدي الطفل عند الطبيب هادو لي كونديسيون ديكزام اسكو سا نيسيسيت دي زيكزام كومبليمونتير اسكو لازم يدير راديو اسكو ما يديرش ونزي نو سا نيسيسيت با راديو. كي تعود الخصيتين نقدروا نمسوها ميم في بلاصتها مي كاين حالات وين نمسوها راهي في تحت الكرش قبل شويه ماهيش في بلاصتها مي ليكزام سي ان انفون دونك بيان غولاشي نقدروا نحسوها. في هذه الحاله نقولوا ما لازمش نديروا اي زيكزام كومبليمونتير ني ايكوغرافي ني ريان دو تو. ليكوغرافي نقدروا نستحقوها كي يعود الطفل باغ اكزومبل كاين دي زونفون اوبيز عندهم افراط في السمنه ما نمسوش مليح كي يعود صح تيستيكول داخل الكرش ما هبطش كاريمون لا اون بو افوار ريكور اي انكور ماشي حتى ليكوغرافي. هذا المرض هذا لازم العمليه الجراحيه نقدروا نبداوها من سن 12 شهر من سن 12 شهر حتى حنايا في الفم المستحسن نقولوا ابارتير دو 12 موا من عام يعني على بالنا باللي لو تيستيكول نو بروندرا با سا بوزيسيون نورمال. داكور عام نبداو نخافوا نبداو لازم ناخذوا الموضوع بجديه يعني. والخطوره تاع هذه الحاله هذه واش تكمن انه في كي يعود الطفل كبير قادر ياثر وجود الخصيتين داخل البطن والحراره هذيك قادر تاثر على الخصوبه تاع الطفل يعني ممكن عقم. الحاله الاولى قادره تؤدي الى حالات عقم كنت أخره في العلاج وقادرة تؤدي إلى تحول هذه الخصية إلى سرطان. عند لو سوجي كي يعود كبير. كي كبر. دونك هذه هي العملية. لو بوت نتاع العملية نتاعنا أنه نخرجوا الخصيتين هذوك من هذيك الحرارة. ونخرجوهم إلى إذا سمح الحال إلى المكان الطبيعي، إلا ما سمحش نهبطوهم وفي وقت ثاني نعاودوا نديروا أون أوتر أوبيراسيون باش نهبطوه للآخر. المكان هم هذاك. نعم. يعني وحاليا كاين بما بتطور الجراحه والوسائل الجراحيه كاين دونك الجراحه بالمنظار كيعود لو تيستيكول انترا ابدومينال تو دونك سي لانترفونسيون بار سيليوسكوبي. داكور يعني ما نفتحوش بزاف وبالمنظار تو هكذا يهبط لو تيستيكول نهبطوه نحطوه دونك زون بوزيسيون الحمد لله. الحمد لله. افون سيتي دي انترفونسيون افيك دي سيكاتريس شغل تشوه المشوهه دونك الحمد لله اون ديسبوز دو بلوس دو تكنيك كي فاسيليت لا بريز اون شارج. نطمن الاولياء باللي جراحه ماشي جراحه هذيك اللي يدخل فيها الطفل سي تو شيرورجي امبولاتوار يعني يدخل الطفل الصباح يدير العمليه تاعو سي تو بيان العشيه يخرج للدار. العشيه يخرج يعني ماهيش حاجه ما تخوفش اون في. دونك لو دياغنوستيك دو تيتر في لو بلوتو بوسيبل. دونك يعني كاين ناس يستهزاو شفتي يستهزاو بهذا المسيره تاعك كاين اطفال اللي داروا لهم
فقولهم متاخرين ولا استهزوا عليهم؟ اكزاكتومون نلاحظوا الان حتى نورمالمون هذا المشكل يكون قبل في السنوات الاولى العامين الاولين نكتشفوا عامين ماكسيموم، ولكن للاسف لحد الان تلاقوا باطفال يجونا من الطب المدرسي افيك ان كوغيي من الطب المدرسي، يعني حتى الخمس سنين حتى يدخل الطفل ليكول الى لانترفونسيون بعد العواقب تاعها شويه شويه الجراحه نديروها. جميل. سنوزاريف دافوار ميم دي زونفون دو 12 13 14 ans ميم افيك سا. جميل جميل جميل. شكرا شكرا دكتوره. يعطيك الصحه. مادام تكلمتينا على السن المدرسي وكما نروح مباشرة للسيد لافري نور الدين 39 سنة في سلك التعليم، حبيت نعرف إذا كان حتى المشاهدين الكرام حبوا يعرفوا إذا كان هل في المسيرة نتاعك صادفتك حالة هكذا وكامل، واش هو يعني موقع الطب المدرسي من هذا النوع تاع الأمراض ولا الحالات هذه؟ تفضل. شكرا سي يزيد. فعلا في المدرسة احنا تصادفنا هذه الحالات هذه، ولكن نجم نقول بأن الدولة الجزائرية عن طريق وزارة التربية وبالتعاون مع وزارة الصحة داروا إجراء جميل جدا وهام جدا ومفيد جدا لأبنائنا التلاميذ، وهو تأسيس ما يسمى بوحدات الكشف الطبي لزيدياس لزينيتي دو ديبيستاج سكولير، وهذا راه عنده سنوات على كل حال، وهذا اللي يلعب دور كبير جدا في اكتشاف مثل هذه الحالات وحالات أخرى كثيرة. فإذن باش الأولياء يعرفوا فقط، خاطرش كاين بعض الأولياء اللي ما يعرفوش هذا، بأنه كل مدرسة في الجزائر إلا وتابعة إلى وحدة من الوحدات الطبية طب المدرسة، ما فيش مدرسة ماشي تابعة لهذا الوحدة. جميل جميل جميل. ولازم يعرفوا أيضا بأن أبنائهم يقومون أو يقام عليهم الفحص الطبي عندما يدخلوا للسنة الأولى ابتدائي، ثم في السنة الأولى متوسط، ثم في السنة الأولى ثانوي. هذه يعني ضرورية وواجبة وأوبليغاتوار. وهنا الأطباء تاع الكشف الطبي هنا يقومون بالفحوص، وكاين ملف مدرسي يتبع التلميذ من الابتدائي حتى للبكالوريا، يعني حتى للنهائي. جميل. وهنا أنا نقول لك والدكتورة تتكلم، أنا صرت حالة في الإكمالية التي كنت أديرها، هو أن الطفل كانوا في الفحص وفي المؤسسة عندي، لأنه زمان كانت المدارس هي اللي تروح للوحدة، ومن بعد فيه تطور وتحسن، قال الوحدة يعني الـ 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 جيل المدرسة. نعم يعني حتى نعم عدد التلاميذ كثر، يعني هي اللي تجي إلى المدرسة 500 واحد تجي إلى المدرسة، نخصوا لهم قسم لمدة أيام، ثلاث أيام، أربعة أيام، باش لأنه كل التلاميذ يمروا على الأطباء. وهل يتم كشف عند حالات كيما هذه؟ نعم مثلا جوستومون راح نتكلم على يعني حالات كثيرة في أمراض كثيرة، منها بالضبط النظر، منها السمع يعني ولكن هذه سي با أبارون، يعني ماهيش حاجة سي با أبارون مش ظاهرة، يعني سي با أبارون. إذن في مرة من المرات هذه معليش باش نقولها للأولياء باش يتوعاوا ويعرفوا، مرة من المرات يجي الطبيب، كان طبيب على كل حال، الدوسي تاع التلميذ، شاف كي شافوا في الدوسي تاع التلميذ، لأن رانا في المتوسط، راه الطفل عنده 11 سنة 12 سنة، وراني شافيه كنت عنده 11 سنة، لما شافوا الدوسي لقاو لطراس تاع الطبيب تاع السنة الأولى، يعني راهو سجلهم عنده إنكتوبي، يعني نعم سجل عدم نزول سجلها نعم سجلها وكامل نعم سجلها. فسألوا نعم سألوا الطفل، تفاجئوا سألوا الطفل 6 سنين ولا 7 سنين بعد، يعني قالوا له أنت يا رحت للمستشفى ودرت عملية، الطفل هذا عمره ما سمع بهذا الشيء، هذا هو مصاب مسكين سبحان الله. يا بروبليم يجيني الطبيبة والممرض ودخلوا عندي للمكتب وقالوا لنا كان عندنا تلميذ، وإحنا ما نتحيروش، إحنا يعني من موالفين عملوا معاهم هكذا في التنسيق، تلميذ شوف عنده هذا المرض هذا، و وعطونا نصائح،
قانون لابد الاتصال بالاولياء وراه متاخر جدا. نعم والان احنا نتكلموا على 12 شهر وفي 12 سنه. نعم دوك اكدت الدكتوره قالت لك في عام لازم ب 12 شهر وحنا 12 سنه 12 سنه 10 سنه يعني قد قالوا لنا لا يلفو فير كيك شوز. معليش احنا سعينا المتحدث وكان معي استاذ الله يذكره بالخير ينشط معايا سعينا شفنا الأولية فإذا نلقاو الوضع الحالة الاجتماعية تاع الطفل هذا معينة. الطفل هذا عايش عند الجدة والجد والجدة والجد بعثوا لهم رسالة في الابتدائي أكيد لكن ما عطاوش قيمة لهذه الرسالة حطوها بجي وخلاوها ما مش عارفين وبالتالي سعينا والله عز وجل هو اللي جزينا إن شاء الله أسعينا وكذا وداروا العملية وفي اليوم عندها بارك الله فيها فكرتني في لا في يوم وإحنا كنا حتى نظنوا بلي العملية راح تدوم وكذا في يوم وخرج راح صباح والعشية خرج بسهولة وكذا الحمد لله والحمد لله يعني طفل عادي وكمل تمدرس تاعو عادي ولكن يلي للأسف الشديد وانت دائما تقولها سي يزيد مشكور هو الكشف المبكر ما لازمش نستهزاو والاولياء لازم اللي عندهم اولادهم يقراو لازم يتعاملوا مع الوحده تاع الكشف الصحي لازم يتعاملوا معها باستمرار خاصه اذا اكتشف خاصه اذا راسلوهم لانه لا فيها المراسله يعني. لابد تكون فيها المراسله هذه احيانا احيانا التلميذ ما يعطيش المراسله لوالديه احيانا يعني وحنا صارت لنا حالات وين ما عطاوش كذلك المراسلة. ولكن احنا ناكد ولينا ناكدوا في سنوات المراسله الثانيه لا ناكدوا مع الاطباء يعني يخبرونا احنا يعني يخبروا التلميذ ما يراسلش مباشره ما يراسلش مباشره جميل يعني المؤسسه يعني التربويه يعني هي اللي نعم درنا هذه الامور هذه وكم من مرض اكتشف وعولج اذا هذا هو الشيء اللي حبيت نقوله فقط باللي لازم الاهتمام بهذا ما دام الدوله وفرت امكانيات وفرت جميل وسائل واطباء يعني اطباء دائمين في الوحدات تاع الكشف هو التماطل هو المشكل هذا هو التماطل هذا هو اللي اولياء ولا مبالاه هذه لازم نحيوها يا اولياء اولادكم امانه لازم التشخيص المبكر باش تنقدوهم لأن يعني ولادكم وما ولادنا وما جيل الغد. شكرا أستاذ على هذه المعلومات جميلة. سيدة أمينة حريش أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل، ما يخفناش باللي أي مرض كما قلنا في حصص فاتت وكامل وين الطفل بالمرات حمى بسيطة والديه ما يرقدوش يعني يكون أثر اجتماعي ونفسي على نفسية الوالدين وكامل. حبيت هل ترى في العمل تاعك وكامل سمعتي بهذه الليكتوبي هذه عدم نزول الخصيتين وهل ترى نفسية العائلات هادو هل كانت كيفاش كانت النفسية تاعهم خافوا ما خافوش وخاصة درك انا نشوفوا بلي الآثار تاعها راهي قادرة تكون صعيبة يعني قادر يكون سرطان قادر يكون عقم يعني ستيريليتي ولا كونسير يعني شيء ما كانش ما صعب من هذا المرض الخبيث اللي أصبح أول سبب الوفيات في العالم يعني السرطان. إذا التخوف هذا كيفاش تقدري تفسلي لنا النفسية من الجانب الاجتماعي والنفسي تاع هذه العائلات؟ أولا تحية ليك وتحية للحضور والبراءة اللي راهي مقابلتنا طول عمرك يعني شكرا 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 في البداية نقول أن الإكتوبي تيستيكولار من بين الأمراض التي تتحفظ العديد من الأسر الجزائرية في الحديث عليها بالضبط سان تابو يعني كنت حاب نوصل عندك باش نهضروا عليها بالمرات يعني ما يحبوش يهضروا عليها ما يحبوش سان تابو ألور كو لا حياء في الدين وخاصة في الطب وكامل وحاجة اللي توقف عليها الصحة نتاعنا يعني أكيد هذا الطابو يعني هذا الطابو راه يضر أبنائنا إلى ما تكلمناش عليه. بالمقابل هنالك أسر جزائرية تتخوف من هذا المرض وهنا نشوف أنه الأسرة اللي يكون عندها طفل عنده إكتوبي تيستيكولار أول شيء يروح تفكيرها مباشرة هذه الأسرة الواعية يعني بعد نروح الأسرة التي يعني تتحفظ أو هي تجهل ما هو هذا المرض نبدأ نتكلم عن الأسرة التي تتخوف من الإكتوبي تيستيكولار نشوفوا والدين متعلمين يعرفوا أنه هذا الإكتوبي ممكن تسبب سرطان أو أنها تسبب العقم للطفل
نشوفوا أنه تخوفهم يزيد من كلام المحيطين بهم. نشوفوا العديد، نعرفوا العديد يعني من أبنائنا ومن العائلة، نشوفوا أنه يدير عملية جراحية دكتورة، وهذه العملية يقول له الطبيب أنها ناجحة، لكن يقعد دائما في وسط محيطه، يكبر هذاك الطفل على أنه هو طفل دار عملية كي كان صغير، وممكن أنه كي يصبح راجل ما ينجبش أطفال. عقم يعني، عقم كارثة. هذا الطفل بالله عليكم، هذا الطفل إلى سمع هذا الحديث، وخاصة إذا كان في المراهقة، هنا نقوله لازم التحضير النفسي لهذا الطفل، خاصة عندما يكون دخل المدرسة. إلى دار العملية في سن سنتين ومن بعد يدخل المدرسة، يبدأوا الوالدين أو يفهم هذا الطفل أو يستوعب نسبة الإدراك لديه راي أكثر أعلى من سنتين أو 3 سنوات أو 4. هذا الطفل لازم الوالدين يفهموه أنه كان صغير أو أجرى عملية جراحية، هذا ما وحش يأثر على قدراته، هو عادي مثل أقرانه. بالمقابل نشوف أنه في المدرسة عندما نكتشف، وهنا نرجع الأسرة التي تجهل، عندنا أسر عديدة يزيد في مناطق نائية من هذا الوطن الحبيب رمي عانوا أبنائهم. أولا العقلية المتجذرة في أذهان الكثيرين، هذه العقلية السلبية أنه عيب ما نهدرش، حتى الطفل يحشم والديه يقلبوه كما قولوا بالدارجة، ما يقدرش يقول لهم أشعر بأمر يعني روفية وأمر غريب. بالضبط. أول حاجة ما يقلبوش، كاين عن جهل، كاين ظروف اجتماعية كما ذكر أستاذ، كاين يكون انفصال أسري والوالدين عايشين في سقف واحد أو بعد على بعضهم، والاتيين بمشاكلهم، العناد والأنانية يكون ضحيته هذاك الطفل. ونعرف بلي العديد من الأزواج وين كانوا في مشاكل غلبتهم المشاكل المادية والأنانية في بعضهم، ونساو هذا الطفل، نساو مراسلة الطبيب الصحة المدرسية، نساو رأي الأخصائي في طب الأطفال أو في جراحة الأطفال، والأنانية خلت هذا الطفل ضحية حتى يلحق سن كبيرة. قلنا أنه في المدرسة عندما تكتشف هذا المرض يجب أول شيء أنها تحضر مع الأولياء، وتحضر مع الأولياء بطريقة يعني ملائمة ومشي بتخوف، وتطلب منهم أنهم يتصلوا بالأخصائي، لأنه الحاجة نقولوها من هذا المنبر، ونشوفوا بلي أنه العديد من الأطباء يعني نتكلم بموضوعية في الصحة المدرسية، وهذه يعني الأولياء بزاف يقولوا لي وين يخلعوا أبنائهم، يخلعوا الأولياء يعني لازم تانيك نقولوا للطبيب في الصحة المدرسية إذا حال ما اكتشفت أنه هاد لانفورا مريض لازم تعرف الطريقه اللي تقولها الاولياء، لازم طريقه. ولكن بالمرات هو يقول لك انا نخوفهم، مام اذا كان مرض بانال يعني كي يسمعوا هكذا كي تخوفوا الاخر راح يحرص يدي وليدو للطبيب، يعني قادر تكون جانب هذه وسلاح ذو حدين. نعم التخويف. نعم. سلاح ذو حدين هو التخويف، يعني بالمرات اذا كانوا العائله، هو نورمالمون الطبيب يشوف العائله هذو اذا كان ناس كما قالت لك الناس على حساب المستوى، في المستوى واعيين، واعيين ومدركين بالأهمية نتاع العملية هذه، يروح معهم بالعقل. وإذا كان شافهم باللي لا مبالاة يقول لك إيه دوك يبرد وكذا، لازم ما يخوفهم، يعني هو التخويف هو سلاح ذو حدين، لازم الطبيب يعرف يستعمله. يزيد لازم دائما في تعاملنا مع الآخرين نراعي الفروق النفسية. بالضبط. هذا الفروق النفسية ربي سبحانه خلق وفرق، يعني راني كي نقول أن الصحة المدرسية مشكورة تقوم بجهد جبار، لكن كذلك من هذا المنبر نقول لازم في الصحة المدرسية يكونوا أخصائيين نفسانيين واجتماعيين، ويكونوا أخصائيين في طب الأطفال، لأنه أحيانا طبيب العام في الصحة المدرسية وصلت العديد من أبنائنا، هو عنده دور توجيهي، دور توجيهي وجه الفم، يعني ما تحكمش يزيد وتقول نشوفوا يشاطرني رأي أستاذ وين أنا ديما ما اتصلوا بيا، قال لك والله غير أصيبنا بإحباط وتعبنا، وين يقول لك يتصلوا أو يقولوا لهم راه عندهم سوف لو كور، يعني هذا أنا الأمر صرت لي أستاذ حالة. كلامك هو الكبير، أنا كي كنت صغير حتى لاج دو 13-14 سنة وأنا عم بالي عندي سوف لو كور، ومن بعد مرة رحت عند كارديولوج قلت له قال لي ديما عندك سوف لو كور عمره ما كان عندك، هذا الخطأ، هذا الخطأ. أنا عشت به. نعم. عشت به وكنت كندير الرياضة ما نفرسيش وكامل بونسون جافي ان سوفلوكر. وممكن نفسيا كنت دائما تحس روحك إذا تجري تحس روحك ناقص، يعني كي تجري الخوف ماكش كيما أقرانن. صح صح صح. يعني احنا نقول أنا من هنا من ولادنا تحت جناحنا نقول أنه هاد الأطفال راهم أمانة. بالضبط. يجب أننا نراعوهم، والحمد لله عندنا أخصائيين يجب نهتموا بهم، نحطوا الأنانية
نحطوها على جهة، وكذلك إذا اكتشفنا المرض نقول للأسر أو العائلة المحيطة بعائلة المريض رأفاً تنبيهم. سيب مثلاً واحد عنده وليد خوه عنده إكتوبيتيستيكولار، دار عملية جراحية، خلاص نخلوه يعيش عادي، ماشي كل مرة نفكره وبعد نقول له وليدك ممكن ما يولدش، حتى يكبروا الوالدين وهما خايفين على هذا الابن وربي ورحمه بنفسه كذلك راح يتأثر. بالضبط. شكرا شكرا أستاذة، شكرا. على كل حال موضوع مهم جدا يا أولياء، التشخيص المبكر، وما لازمش تخافوا من أي شيء، ما لازمش تقول، ما لازمش نهدر، ما لازمش العائلة تسمع، ما لازم كذا، هذا يهم صحة أولادكم، لازم تعرضهم. وكذلك الأطباء تاعنا ردوا بالكم على أولادنا، وخاصة أنه هما صغار، لازم التوجيه، لازم لابريزون شارج، والأولياء كذلك لازم يساعدوكم. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا دروس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لمقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة.